السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. لاحظت منذ فترة بأن هنالك أو اكتشفت أن هنالك نوع من أنواع الإدمان الذي أصاب مجتمعاتنا بشكل أعتبره خطير جدا. هذا الإدمان أسميه الإدمان الديني، على وزن الإدمان الكحولي والإدمان السجائري إذا صحت. وهنالك أنواع كثيرة من الإدمان، كما نعرف أن الإنسان هو كائن سريع الإدمان على سلوكيات وتصرفات محددة. هذا الأمر استشفيته من خلال عدد كبير من الردود، وأيضا على خاصة القنوات، وأيضا من خلال الردود الكثيرة التي أسمعها أو التعليقات التي أراها في مواقع التواصل، وهي عددها هائل. ممكن أي واحد من أدنى أن يتابعها ويشاهد أو يشخص هذه الظاهرة بشكل حاد. راح أخذ نموذج من هذه الظاهرة ونتحدث عن تفصيلي. راح استشهد بهذا الفيديو اللي هو لماذا يعجز الدين عن إصلاح نفسه بنفسه، واللي تلقيت فيه عدد من التعليقات. صار فيها حوار مع بعض الذين الأخوة الذين علقوا على هذه القناة. طبعا التعليقات التي يعني أوضحت بأن الأشخاص المعنيين هؤلاء يعانون حسب وصفي تعبيري ورؤيتي وتشخيصي بأنهم يعانون من الإدمان الديني. وهذا الإدمان كيف يحصل؟ يحصل إنما أنت عندما منذ الولادة تذهب إلى الجامع تقرأ وتسلمات وآيات، وهذا الجزء الخاص بالدين. دائما الدين يؤكد معظم الأديان أو جميع الأديان، هاي واحدة من أساسيات أي دين، أنه هو يكرر. عملية التكرار تجعل الإنسان يتوقع دائما ما يجري، ودائما يسمع الأصوات التي تعود عليها. فالكائن البشري كائن يعني يتبع مبدأ المحاكاة لكل شيء. فهذا المبدأ ليش يحتاج حتى فيزيولوجيا يحتاج الإنسان؟ لأنه من خلاله لا يبذل جهد كبير في كل تفصيل. يعني نحن لا يعقل أنه يوميا نفحص الطريق الذي نسير فيه إلى البيت. نحن مرة مرتين ثلاثة نتعود على هذا الطريق. أحيانا بعض الناس يوصل حتى يغمض عينه ويمشي بلي. لماذا؟ لأنه الجسم أخذ معلومات الكافية عن هذا المكان أكثر مرة مرتين ثلاثة وتعود عليه. فمجرد أن يختلف الطريق أنه راح يشعر بالارتباك. ليش؟ لأنه راح يحتاج بذل جهد إضافي لكي يخترع الطريق الجديد. هذا نفس الفكرة. الإنسان عندما يولد على طريق الدين يسمونه الصراط، وهذا الصراط يتعود عليه ويتم تكرار العملية بشكل مستمر. هذا العملية تكرارها كما يسميها رجال الدين وحتى الخبراء يسمونها النقش على التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وهذا فعلا هو هكذا الأمر، لأنه هو بنتاج خبرة إنسانية معروفة. هذا يخلي الإنسان المتدين، عادة المتدين أو العقائد أيضا ليس الدين فقط، وأي جماعة أيضا تنتمي إلى انتماع عشائري، انتماع قومي، انتماء عرقي، مختلف أنواع الانتماءات. الدين أيضا هو باعتباره منظومة يعني هدفها الرئيسي هو الانتماء والطاعة، انتماء للجماعة والانضواء في دع تحت إطار هذه الجماعة، والسير التام والذي لا يجوز فيه النقاش ولا الجدل لصالح لما فيه صالح الجماعة. وهذا هو يسمونها مقاصد الشريعة، وتحدثت عنها في حلقة خاصة عن مقاصد الشريعة وخرافة مقاصد الشريعة التي جاء بها لنا الإسلاميون المعاصرون. والمقاصد، المقصد الأول دائما هو مقصد الدين، أي مقصد القطيع والجماعة، لها الأولوية المطلقة على كل شيء. وهذا القطيع والجماعة دائما أتى إله الخاص، وهذا الإله هو الذي يجب أن يعبده الجميع، وعبادته ضرورية. لماذا؟ يعني مو عبادته ومشاركته، إما أن تعبده أو هو يعبدك. هو حالات بسيطة، يعني عندما تتبع شخص أو تتبع الأب لابد أن تتبعه، يعني معناته أنت تعبده، تخضع له تماما. فلا يمكن أن تخضع للجماعة، إنما الجماعة هي التي تخضع لك.
وجماعة هي التي تطيعك، أما أن تشاركك الأمر كما هو الحال في الديمقراطية فهذا أمر لم يكن في يعني لم يحصل في تاريخ البشرية، أو لم يكن مطروحا لأنه غير ممكن وغير معقول إلا إذا توفرت منظومات كما حصل في العصور الحديثة المعاصرة أيضا، خاصة أصبح بالإمكان توفير أو تطبيق النموذج الديمقراطي بعد توفر الإمكانات اللازمة لهذا. لكن الأديان هي منظومات قديمة، أطر خاصة أو منظومات علاقاتية لا صح، حتى كلمة ريليجين لها علاقة بالعلاقات، يعني واصل الربط بين الجماعات البشرية والسيطرة والكنترول التحكم بهم. خلينا نشوف التعليق هذا حتى نقرأ ونحاول نحلل مضامينه. ماذا يقول؟ يقول لما تعلمنا من الدين أن هناك ضلالات يضل فيها الناس فيتيهون ويطيشون بأفكارهم. طبعا هذا كلام صحيح جدا وأنا أيده تماما، أن الدين دائما يعلمك أنه يقول لك هناك ضلالات، وبالفعل هذا كلام صحيح، أنه أنت عندما تمشي على طريق محدد فبالتأكيد راح تصادفك في الطريق ناس أو محاولات لحرفك عن هذا الطريق أو تشتيت انتباهك أو أنت مع نفسك تشتت انتباهك، فبالتالي يجب أن تعرف بأن هنالك ضلالات، وهذا كلام صحيح. لكن هنا المسألة أنه مو كل شيء يقول الدين هو سيء، لكنه هو الخطة العامة ليست بالخطة التي تنسجم مع تطلعات الإنسان المعاصر. ويقول أن الناس بعد ذلك يتيهون ويطيشون بأفكارهم وترهاتهم، فهمنا أن هناك عقول تطيش بأفكارها فتنحرف عن الحقائق الثابتة والواضحة البينة. هنا نناقش موضوع لماذا ننحرف عن الحقائق الثابتة والواضحة البينة، هي طبعا واضحة وبينة وثابتة بالنسبة للمتدين الذي يسير في الطريق. فلنفترض أن هنالك إنسان يسير في الطريق، وهذا الطريق أنت عشيرتك وأبائك ودينك وكل منظومة المعرفية التي تستهل أو التي تستهل أو تأخذ منها معلوماتك أو كل وتكون من خلال شخصيتك، لابد أن تكون مؤمن بهذا الطريق. فهذا الطريق راح يتحول عندك إلى حقائق ثابتة وواضحة وبينة، أي حقيقة أخرى ثانية بالضرورة راح تكون حقيقة سيئة. هنا نقع على جوهر الدين الثاني، وهو الجوهر الذي يقول لك أن هنالك حقائق ثابتة وواضحة وبينة. هنا المسألة الأساسية، وأن هنالك إله واحد مثلا، وإله ثابت وخالد وكامل ومكمل وواضح وبين وكل شيء، يعني دائما هو full option، يعني هو perfect، ماكو absolute، فهو هذا كامل مكمل. لابد أن يشعر بهذا الشيء الإنسان المؤمن الذي يسير في هذا الطريق، فبالتالي وإلا فكيف يسير؟ لابد أن يشعر بالإيمان أو يؤمن، هنا تجي مفردة الإيمان. فجوهر الدين راح يتحول هذا القناعة، تحول أسميها الثابت أو التثبيت، نظرية التثبيت الجانعة طارحة، أنه تحول الثابت إلى مقدس، وهذا المقدس لا يمكن أن تعمل وفقه إذا لم تجعله مقدسا، وإلا لن تعمل، لا يمكن أن يعمل الدين، لا يعمل بدون مقدس، هو الطاقة التي تديم حركة الأديان والجماعات الدينية، هو المقدس فقط، وإلا ترفع المقدس كل شيء يتفتت وينحل. وهذه نقطة ضعف الأديان، نقطة ضعف قاتلة جدا، أنها لا تستطيع الحياة بدون وجود أو تواصل بدون وجود مقدس. هذا المقدس هو الذي يعني كالمغناطيس الذي يجمع أطراف المؤمنين والمتدينين، هذا وكل ما المغناطيس زادت قوته كل ما زادت ترابط بين الأشياء التي أو الأفراد الذين ينجذبون إلى هذا المقدس. لهذا السبب شوف أنه يتحدث لك عن حقائق ثابتة. إذن هو هذا عملية الجذب ثابتة، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي بالنتيجة إلى خلق بون، يعني هو واسع بين هذا المؤمن وبين العالم الخارجي أو أي شيء مختلف. هنا
نقع على الجوهر الثالث وهو أن رفض أي شيء مختلف، أنه لا يطيق وجود فكرة تحول، يعني كل ما زاد إيمانه ويتحول هذا إلى إدمان كحولي أو عفواً إدمان ديني، يتحول إلى يعني يبدأ حتى حواسه تبدأ تغلق، لا تستطيع سماع ما يقال. أنا في هذا الفيديو مثلاً على سبيل المثال تحدثت عن موضوع أن الدين لا يستطيع إصلاح نفسه. هذا التعليق أكد هذا القول. لماذا يعجز الدين عن إصلاح نفسه؟ هذا أعطاني الدليل الذي أو البرهان الذي يؤكد أن الإدمان الديني هو الذي يمنع الدين من إصلاح نفسه. لأنه كيف يصلح نفسه؟ هو أصلاً باني بنية الدين بأكملها على فكرة مقدسة وهمية وإيمانية لا وجود لها في الواقع، يعني لن تجد لا مقدسات في الواقع الخارجي، ولن تستطيع، يعني المقدس ليس شيء مادي حتى تجي تجيب أجهزة علمية وتفحصه وتثبت وجوده، ولا الآلهة والإله ولا الملائكة ولا الجنة ولا النار، وكل هاي المعتقدات موجودة. فبالتالي هذا يعني كيف ممكن يصلح نفسه؟ هو الدين هاي تكوين، اما ان يعتمد على مقدس او يذوي ويموت. لهذا السبب شوف مثلا بالشعوب القديمه كان الاله الذي لا يعمل او المقدس الذي لا يحقق طلبات او لا يجيد البقاء، هذا يهان، وربما يعني الرموز مالته مثلا الامثل أصنام أو التماثيل أو أي شيء يشير إلى هذا، أي شيء مادي يشير إلى هذا الإله يضربوه ويهينوه. وبعض القبائل بالصين القديمة يعني عندما الإله لا يجيد عمله أو يعني لا يعد لا يفي بوعوده يسحلونه، يجرونه في الشارع ويضربونه بالأحد وكل ما توفر وتأسر لهم. هذا الرجل أنا قلت له، هو كنموذج، قلت له أنه أنت هذه الضلالة التي تتحدث عنها أنت، أنه يقول أن هذه يصدق فيك كلام الله عز وجل، طبعا لابد أن يرجع إلى النصوص الدينية التي تعود عليها منذ الطفولة ونشأ عليها ولم يعد يستطيع أن يخرج عن إطارها، وهي ونعم بهذه الآيات ومع احترامنا وتقديرنا، لكنها الموضوع لم يعد آيات، إنما هناك مسارات لا يستطيع الخروج منها، هي أشبه بالسجون بدون قضبان. إن الدين يضع الإنسان في سجن بدون قضبان ولا زنازين، إنه يشعر الإنسان إنه دائما محاصر، هنالك من يراقبه، وهذا يسمونه البيج براذر بحسب رواية جورج إيرول في الرواية الشهيرة 1984. فهذا يخليك تشعر بهذا الشيء. كيف تشعر بهذا الشيء؟ عندما يلقنك ويعيد ويكرر عليك حتى تستمر الكذب، وهي هاي النظرية اللي يشتغل عليها جوبلز بالهيملر أيضا في يعني النازية، لكن هي أصلا يعني الفكرة قديمة قدم التاريخ. فاللي قلت له لهذا الرجل، أنت يعني دائما اللي شخص من هذا النوع لا يفكر بما أقوله ولا يستطيع، لا يمكن أن، يعني هو ما موجود في هذا القالب، فكيف يمكن أن يخرج من عنده؟ وحتى إذا خرج يشعر بالضياع ويشعر بأنه هنالك فقد كل قدراته على التحليل والاستنباط والتفكير الحر. هو يعرف فقط أنه هناك مسألة بسيطة، هذا الصوت وهذا الإيقاع وهذا الشيء مختلف تماما عن الإيقاع الذي أو الإدمان الذي تعود عليه، فبالتالي يشعر أن هنالك نوع من الهجوم عليه، ويشعر بأن هنالك شيء مختلف سيجعله يخرج عن الطريق الذي تعود عليه. وهذا إحساس أنا أقدره وأعرف مدى صعوبته الكبيرة، لأن أنا مثلا أنا كنت مثل أي إنسان أعاني من حالات إدمان، كنت مدمن على السجائر مثلا فترة طويلة، يعني 20 سنة أدخن، وعانيت الأمرين حتى أتخلص من هذا الإدمان، فتخلصت منه، وكنت أي واحد يجي صحني عقلي يطير، يعني يطلع دخان من رأسي، السجائر مضرة، ورأسنا أحس بأنه أحس ما مرتاح، فأرفض أي شخص ينصحني هاي النصيحة أو يقول لي أنه مش صحي. فهي قضية مو قضية صحة أو مو صحة، مو قضية سجائر، قضية الإحساس بوجود شيء أنت ترغب به وتعودت عليه لمدة 20 سنة.
فلا ترغب بأحد أن من أي أحد أن يزعجك بالتكرار هذا اليومي، السجاير والسجاير وأنت الآن كذا. فنفس حالة الرجل المتدين، هذه الحالة يجب أن يتخلص منها جميعا. وهذه الحالة لم تنشأ إلا بسبب بيع الشعوب إلى رجال الدين، أو ترك الفرصة لهم لكي يؤص أو يصيغوا، يعيدون صياغة العقول الإنسانية على مزاجهم وبدون مراقبة دقيقة من الدولة. الدولة الآن وكل السلطات والمسؤولين الذين يعملون وفق المناهج العلمية عليهم أن يراقبوا هذه المسألة، وهذه مسألة أساسية لأنها ستخرج لنا دواعش كما خرجت دواعش لدينا. كل 10 سنوات احنا عندنا دواعش شكل مختلف، مرة قاعدة، مرة حزب الله، مرة كتائب الله، مرة طالبان، يعني وهذا التاريخ كله 2000 سنة، وليس لا يتعلق الأمر بالإسلام فقط، كل الأديان. لكن الآن الأديان الأخرى تمت السيطرة عليها أو عزلها عن الحياة العامة، وقل أنت اذهب إلى معبدك واشتغل في منطقتك الخاصة. فقلت له أن هذا تعليقي خارج الموضوع تماما، وأنا كنت واثق أنه لن يشعر بأنه خارج الموضوع تماما، وجاوبني قال لي أنا أتوقع هذا الرد، يا هذا طبعا ولابد يسيل لا يستطيع، يا هذا أنت مجرد هذا شخص مختلف، فهو هذا التشخيص الأساسي اللي عندي. فقال لي أنا فلسفتك هذه لا تمس بصلة لا للفلسفة ولا للمنطق، وكل شيء مردود عليه وين؟ بقرآن يتلى إلى يوم تأتي كتابك هذا بشمالك عند خالقك. هاي اللغة اللي يفهمها، هو ما عنده إطار آخر للتفكير، يعني هذا الأفق الذي يتحرك منه، لا يستوعب وجود آفاق أخرى غير الأفق الذي نشأ وعاش ضمنه. فبعد ذلك واصل يقول أن مبدأ المنطق السليم وقواعد التفكير مهزوزة عندك. شوفوا يعني هي قواعد التفكير طلعت عندي مهزوزة، هو أصلا ما عنده قواعد تفكير، هو عنده قواعد جاهزة هو يتحرك معها، فيعتبر أنها هي هالقواعد الأساسية، وأي قواعد أخرى إنسان يتحرك من خلالها فهي ليست بقواعد التفكير. وهذا يعني هو منطقيا هذا كلام صحيح، لكن ضمن الإطار الديني تطلع صحيحة عندما تخرج من عنده تشعر بحجم الفرق الهائل بين الأمرين. وهذا اللي يخلي المؤمن دائما يقتنع بإيمانه، ويخلي صعب عليه يعني يحط من قدرته على الخروج من الزنزانة التي وقع فيها. والسبب هو سبب دماغ البشري نفسه، دماغ البشري وآلة لإقامة العلاقات، هو يعني هو relationship machine، يعني هو ماكينة علاقات، وهذه العلاقات هو هاي شغلته. فأنت هو عندما سوى قواعد التفكير هو رجل متدين ومنذ الطفولة، فبالتأكيد دماغه شكل منظومة من العلاقات التي لا يعني ترفض أي علاقات أخرى، وبالعكس تجد لديها علاقة إن منظومة علاقات مضادة لأي علاقات لا يجدها متأقلمة معه. فممكن إحنا نقول إنه أكو يونت داخل الدماغ، هاي اليونت تتشكل دينيا أو تتشكل علميا أو تتشكل على وفق المنهج العلمي وأشكال مختلفة. المنهج العلمي بميزة أنه يشكل يخلي العقل الإنساني يشكل ضمن أفق واسع جدا أكثر من الأفق. طبعا المنهج العلمي أيضا ببديهيات وبمقدسات، وراح أوضحها يعني هسه حتى أوضح لكم المقدسات اللي بالدين حتى ليش نتحدث جزافا. هذه كما ترون أمامكم خطوات المنهج العلمي، هذا المنهج أوسع من المنهج الديني. المنهج الديني يقول لك أكو ثابت إله، وهذا الإله يجب أن تعبده طريق واحد واتبع التعليمات، والعالم ليس سبب ونتيجة، السبب الوحيد هو الله فقط، وكل ما يحدث هو بسبب من الله. فأنت لا تتعب نفسك في تحليل الأسباب ومعرفة الأسباب والمنتجات، ولا تتعب نفسك في توقع أي شيء، إنما الغيب هو عند الله. لكن المنهج العلمي يقول لك أنا ما أحتاج، أنا لا أحتاج أن أعيد تحليل كل شيء من جديد، لكن مجرد أطلع القاعدة العلمية وبعد ذلك أقدر أتنبأ بأي حدث مستقبلي. وهذه الطريقة بدأت من فيثاغورس عندما زار مصر، وبزيارة مصر اكتشف وضع القاعدة النسبة الثابتة 3.14 ل22/7، وهاي النسبة هي مربع الضلعين تحت الجذر يساوي الوتر،
مربع جذر الوتر. فهذا القاعدة بعد ما يحتاج أنه كانوا المصريين عندما يبنون الأهرام يأتون بعمود حتى يحسبون الزاوية القائمة، وبعد ذلك يحسبون بقية الأشياء والوتر ويحسبونها كلها. فأجى فيثاغورس وضع قاعدة ما يحتاجون كل هاي العملية، مجرد يحولوها لمنطوق نظري، وهذا المنطوق النظري أو المعادلة الرياضية من الرياضيات، وهذا المعادلة يعني طبقها وخلص. فممكن وهكذا بعد ذلك اجى أرسطو قال هنالك منطق يبدو داخل البشر داخل الإنسان، وهذا المنطق بعد ذلك اجى أقليدس وطلع من عنده نظريات الهندسية الجيومتريك. وهذه بعد ذلك ايضا طلعت هاي بها مشكلة، واكتشفوا بعد ذلك انه هاي ايضا القواعد الفكرية يتحدث عنها بالتعليق الشخص المتدين المصاب بالإدمان الديني. هذا الشخص أيضا عنده قواعد دينية، قاعدة دينية مالته هي هكذا مغلقة على مساحة ضيقة، يأخذ جزء بسيط جدا من مساحة العقل ومساحة الكون أيضا، ويقول هذا الجزء هو الذي أتحرك خلاله. هذا العالم الديني مالته الضيق، عالم القبيلة، هو الدين هو عبارة عن قبيلة، لكن قبيلة ينتمي أفرادها بمفهوم الإيمان وليس مفهوم النسب والقرابة. يعني الجينات الدينية تعادل الجينات الوراثية، فكل ما كانت الجينات الدينية متقاربة كان الجسد الديني ناجح. أما أيضا الجينات الوراثية البشرية كل ما كانت أيضا متقاربة كل ما كانت تستطيع البقاء أكثر، على يعني عشيرة من أقارب وكلهم من نسل وجد واحد، هذا أجداد جد أو جدين مشتركين، هذول راح يكونون أكثر على قدرة على البقاء والتعاون فيما بينهم. المنظومة الدينية سواء جينات دينية، هاي الجينات الدينية هي كل عضو كل مؤمن داخل هذه المنظومة هو الذي سيرتبط البقية، وأي شخص يجي من خارج المنظومة الدينية يعني يؤمن بهذه الجينات أو يتبنى العمل وفق هذه الجينات يسويها، يصير عندك بعد ذلك منظومة دينية متماسكة وقادرة على البقاء أكبر قدر ممكن من الزمن. هذا أعتقد دوكنز عنده يسميها الميمات، ميمات شيء ما عندي فكرة عنها جيدة، بس هي أعتقد الميمات اسم. الخطوات المنهج العلمي ما هي كما ترون؟ هي الملاحظة التجريبية، ثانيا التفكير العقلاني لفهم الظاهرة، ثالثا وضع نظرية تتكون من افتراضات لأسباب الظاهرة ونتائجها وكيف تعمل وآليات الكائن، بعد ذلك تسوي تجربة وتفحص النظرية حتى تضعها وتضع التنبؤات، وبعد ذلك تجي تسوي عمليات تفحص مستمر لهذه وتستمر العملية بالنقطة السادسة إلى أن تقترب إلى النظرية الصحيحة والقادر على التنبؤ، بس تبقى الاحتمالية التكذيب موجودة. لكن عندما نجي نفحص المنهج العلمي، أنا عندي حلقة عن المنهج العلمي والدين أو تعارض المنهج الديني مع المنهج العلمي أنصحكم تتابعوها. هذه أولا يعني شنو تبرير صحة العقلانية، يعني هاي المسلمات من قال إنه العقلانية في العقلانية ليس بالضبط. أيضا الثاني تبرير صحة عمل الحواس، بمعنى إنه خبراتنا الحسية، طبعا هاي مسألة نعرفها جميعا إنه هاي فيها أخطاء كثيرة، أيضا تتوافق مع الواقع الخارجي وإثبات وجود ذلك الواقع للأساس. يعني هذا الواقع الخارجي من يقول موجود؟ إحنا نرى ما تراه، ما يراه دماغنا، وليس نرى الأشياء كما هي. نحن نترجم، الدماغ يترجم ما نراه إلى لغة الجسد الخاصة بنا، وهذه المسألة هي اللي قلب بها إيمانويل كانت التفكير، يعني تاريخ الفلسفة غير نمط التفكير الفلسفي بالكامل عندما قال نحن نرى العالم كما تكوننا أو كما نريد أو كما يريد دماغنا، وليس نراه كما هو بالفعل. وهي مسألة خطيرة جدا، لكن من يتأمل بها واحد يعرف درجة خطورتها. أيضا رابعا تبرير مفاهيم ميتا إبستمولوجية كمفهوم الحقيقة، يعني أنها ما وراء المعرفة، علم المعرفة الإبستمولوجية، لك
ما معنى الحقيقة؟ الحقيقة طلعت كلمة أسطورية، لا وجود لشيء اسمه حقيقة. أيضا تبير مفاهيم ميتافيزيقية كالسببية وانتظام الطبيعة. السببية لا يوجد أي منطق علمي في تبريرها. لهذا السبب شبون الغزالي رفض السببية وقال لا توجد علاقة بين احتراق القطن والنار، ماكو ربط. فيعني ممكن هذا بها تفاصيل. أيضا تبرير مفاهيم إبستمولوجية كالاستقراء، أيضا بمشكلة كبيرة. الاستقراء اللي اعتمد عليه يعني جيمس بيكون، وأدي حلقة عن جيمس وهام القبيل، فممكن تراجعوها. أيضا تبرير عقلانية ورياضية الكون، يعني الآن عندنا مثلا نظرية جاذبية، نظرية أينشتاين، ما معناها؟ مجرد رموز، لكن تيجي تطبقها تطلع صح. كيف؟ ما على يعني كيف ندرك أو نعي ما يحصل؟ لا نستطيع. فإذا كل شيء له مسلمات أولية، لكن المسلمات العلمية أوسع أفقا بكثير من المسلمات الدينية. المسلمات الدينية تحجر الإنسان وتضعه في قفص لا يستطيع الخروج منه، وتفضل أن تنطوي على ذاتها وترفض أي شيء آخر. لكن المسلمات العلمية والتفكير العلمي يفتح الآفاق على الرحب أوسع ما يكون، ولا يخشى من أي طارئ. بالعكس، يرى أنه كل ما أخطأ كل ما هو تعلم أكثر، كل ما تطور أكثر. العلم هو تاريخ أخطائه، بينما الدين هو عكس هذا تماما. الدين بالعكس يرى أنه مستقبل الدين هو خطأ، وماضي الدين هو الصحيح وليس التاريخ، لأنه لا الدين الأديان لا تعترف ومنظومة خارج تكره الزمن، لأن عندما تعترف الزمن مثل ما الآن شفنا بالعلم رأسا يصير تاريخ، لأنه كان هو مقدس، كيف يعترف بالزمن؟ هو يريد يتخلص من الزمن أصلا، هو فكرة الإنسان المتدين هو يريد يتخلص من وطأة الزمن ومتغيراته على ثابت، لأنه هو ثابت. لو قال كان الزمن متغير أنا هذا ما يفيدني. فهنا الفكرة والوباء الذي ينشره الدين هو شيء صحيح الدين، يعني ما بيها مشكلة، لكن هو ظل متحجر على نفسه لا يستطيع الخروج. أنت تدخل بعد ما تطلع هاي المشكلة، لكن العلم عندما تدخل بتقدر تطلع. هذا الميزة التي تفوق بها العلم على الدين. هنا أختم أقول برد الأخير للرجل عندما قلت له أنه تعليقك خارج الموضوع، قواعد التفكير مهزوزة عندك، فأنت في ريبك معروف تتردد وفطرتك انعكست، فأصبحت لا تعي ما تقول ولا ما تقرأ. طبعا هذا الكلام مردود، يعني ممكن بالعكس، لأنه أنا أقول أدخل بالموضوع ولا يستطيع الدخول بالموضوع، وأنا أعرف ليش، بس ولا لا يستطيع أن يدرك هذه المسألة. وبل يقول أنك أنها مستشهد أيضا بآية، لأنه لا يستطيع أن يرجع إلا يروح على قواعد التفكير الخاصة به، فيقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيقول إنها قضية إيمان يا هذا، يعني هو بالنسبة لأنا هذا وليس شيء من ضمن إطاره، شخص هذا يعني شيء خارج المحيط الذي أو المنطقة أو يعني المنطقة الاستحواذ الخاصة به. أيضا يقول بعد ذلك استشهد، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وطبعا كلام صحيح، هذه الآيات هي صحيحة لكن ضمن الإطار الديني تطلع صحيحة، لا يعني عندما تفكر بها تطلع صحيحة. فيقول بالأخير، إن كان كلامي خارج موضوعاتك فكلامك خارج الإيمان. هنا أي أول مرة يحكي صح، والإيمان منا من عند الله، شوف تعطى ومن دونها ستتخبط في أفكارك التائهة إلا أن يتوب الله عليك إن كنت أصلا تقدر بوجود كلمة الإيمان المكتوبة أمامك. الله يهديك. هنا الفكرة، يعني أنا طبعا أي واحد يقول الله يهديك رأسا أسوي له حظر وأقطع عن نهائي من القناة، لأنه شنو الله يهديه؟ هل هو يعني قاعد يعني ماخذ وكالة من رب العالمين حتى يعلمني الهداية؟ هاي أعتبرها إساءة. على كل حال، فيقول أنت إنها قضية إيمان، فهذا الكلام الصحيح، هو يعرف بها قضية إيمان ويقول بأنه أنت كلامك خارج موضوعاتك، وأن يعتبرني أنا ملحد، وكأنما أي شخص خارج مكانه هو أما كافر أو ملحد، ما عنده حل آخر، وأنه لا يتصور وجود إمكانات أخرى متعددة. أكون ناس ما لهم علاقة بالإحسان، أكون ناس موضوعها أن تفكر،
أنا هوايتي أفكر، لكن عندما أفكر لا أستطيع أفكر وأنا داخل الدين، لأنه ممنوع أفكر، أفكر بمنطقتي فقط يعني بالدين نفسه، لكن خارج الدين ما أقدر أفكر، وبالتالي لا أستطيع البقاء داخل حياض الدين أو حظيرة الدين. على كل شكرا جزيلا، وأتمنى أسمع آراءكم. طبعا أتمنى أسمع تعليقاتكم، وأيضا وهذا طبعا لا يصير إلا يحدث إلا بعد أن أعتقد لازم تشتركون بقناة أو تضغطون على الجرس حتى توصلكم بالإشعارات كل ما كل جديد أنشره. وأتمنى أسمع آراءكم كما قلت. مع السلامة.